نبتدي المرحلة اللي بعدها، ما حدش جاب كورة خالص. صعبة قوي. صعبة قوي إيه، في كورتين جوه. ما حدش جاب الكورة معانا خالص بقى. هنشوف الأسئلة هيحصل فيها إيه. أنتوا بس اللي هتجاوبوا، الصغيرين بس اللي هيجاوبوا، أوكي؟ يلا. اسمعوا بقى. من العادات التي يجب أن نحافظ عليها: غسل اليدين قبل الأكل، قص الأظافر، غسل الأسنان. صح ولا غلط؟ صح. صح طبعاً. إلقاء منتجات البلاستيك في البحار يفيد الكائنات البحرية. صح ولا غلط؟ صح. صح. صح؟ غلط غلط. يعني إحنا ما نرمي بلاستيك هيفيد الكائنات البحرية؟ لا. ده إحنا بقالنا كتير بنقول ما نرميش بلاستيك في البحر علشان السمك بيتضايق ويموت. غلط. أنا برمي طوب في البحر. طوب يا ابني، حرام عليك يا ابني، حرام عليك. ماشي. طيب نركز. أهم خصائص الباليه: الرقص على رؤوس أصابع القدمين. صح ولا غلط؟ صح. صح طبعاً. من أنواع السباحة: السباحة الحرة فقط. لا. لا غلط. برافو. ماشي. جمع كلمة كريم كرماء وكرام. صح ولا غلط؟ صح. 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 برافو يا يونس. جمع كلمة قلم مقالم أو مقالم. صح ولا غلط؟ غلط. غلط. أمال إيه؟ مين عارف؟ جمع كلمة صح. قلم. جمع كلمة قلم. مين عارف؟ أقلام. 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 برافو. أقلام أو قلام. برافو. طيب تعالوا نشوف البنت بقى الشاطرة دي الحلوة دي اللي جاوبت صح، تعالي هنا، والبنوتة التانية تيجي هنا اهو، ونشوف بقى هنعمل ايه.